كل سنة وحضراتكم طيبين. ذكرى فتح القسطنطينية اللي النبي صلى الله عليه وسلم بشر بفتحها، وأيضا أثنى على الجيش اللي هيفتحها وعلى الأمير اللي هيفتحها، فقال نعم الأمير ونعم الجيش كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قبل 27 سنة تقريبا كان في مرشح لأحد لرئاسة بلدية اسطنبول الكبرى عندنا هنا في تركيا. البلديات اللي هي زي المحافظة كده مش بتتعين من السادة الضباط والسادة اللواءات اللي هم البلد بتحاول تكرمهم أو حاول تديهم حتة من التورتة لما يطلعوا على المعاش، لا ده في انتخابات بتحصل كل 4 سنوات أو كل 5 سنوات تقريبا، مش عارف 4 أو 5 يا شباب لو حد يصحح لي، لاختيار رئيس البلدية. كان في واحد قبل 27 سنة تقريبا اسمه رجب طيب أردوغان، وكان مرشح لانتخابات بلدية اسطنبول الكبرى. الرجل ده وهو واقف في أحد الميادين المشهورة جدا، ميدان تقسيم، وميدان تقسيم أو شارع تقسيم ده يعني كده ليه سمعة مش تمام، يعني اي حد جاي من بره تركيا متخيل ان هو هيروح تقسيم ده، عارف انت زي ما كان بيقول له هتنزل يا عماد هتلاقيهم كلهم مستنيينك يا عماد. وفعلا قبل 30 سنه تقريبا كان ميدان تقسيم ده فيه كده، وكان فيه باترينات او فاترينات من الازاز بتعرض سيدات. كان فعلا تركيا فيها الكلام ده قبل 3 عقود من دلوقتي. رجب طيب أردوغان اللي كان مرشح وقتها لبلدية اسطنبول شاور على ميدان تقسيم وقال هعمل مسجد في المكان ده، وبقى رئيس البلدية وبعدها رئيس وزراء وروح يا يوم تعالى يوم. الصورة قدام حضرتك زي ما انت شايف كده هو بيشاور، لا كبر لي الصورة شوية. الكلام ده كان سنة 1994 ويعني قبل 27 سنة بالظبط شاور أردوغان في الصورة اللي قدام حضرتك دي وقال هفتح مسجد كده. النهاردة بعد 27 سنة وفي الذكرى رقم 568 لفتح القسطنطينية، فتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونفذ وعد من وعوده الانتخابية. وعد من وعوده الانتخابية مش لما كان رئيس، لا ده لما كان مرشح لبلدية اسطنبول. وفتح النهاردة المسجد اللي صورته قدام حضرتك، المسجد الضخم ده يعني واحد من المساجد الضخمة جدا واللي مساحته 220 متر مربع وعلى مساحة 16,220 متر مربع ويتسع لأكثر من 2500 مصلي. فتح النهاردة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في رسالة للجميع، اليوم أفي بآخر وعودي الانتخابية، وعود انتخابية لرئيس في دولة بيفي بها بعد 27 سنة. اسألني بقى عن وعود انتخابية وعدت مرة واثنين وثلاثة خلال السنين اللي فاتت وتنفذ منها ايه. فكرني كده مثلا بصبروا عليا سنة وصبروا عليا سنتين وصبروا عليا شهر واصبروا عليا 6 شهور، او كلمني مثلا عن الوعد الانتخابي الضخم جدا هعمل لكم شبكة مواصلات تمسك البلد كده والمواطن مش لاقي حد يحنوا عليه، او كلمني مثلا عن وعد انتخابي كان بيقولك هتشوفوا بلدنا بقت فين في 30/6/2020 وعدى 30/6/2020 وداخلين على 30/6/21. طيب عشان ما نتكلمش كتير في الموضوع ده خلينا نرجع 27 سنة ورا ونشوف وعد أردوغان.